السلام عليكم، تحية خالصة لكل متتبعي السات تي في. حديثنا اليوم عن المشاركة ديال الفريق الوطني في النسخة 9 من كأس العالم، وعنوانها هو الطموح والتحدي، لأن الفريق جاء منذ البداية وهو حامل راية التحدي وحقق بها التأهل للدور الثمن النهائي مبكرا، بغض النظر على النتيجة ديال المقابلة الأخيرة واللي غينازل فيها المنتخب البرتغالي. فكتيبة هشام حققت العديد من المكتسبات وتأهلت بقوة، وباقي الطموحات ديالو قائمة باش يلعب ويحقق إنجاز آخر، ولماذا لا، وهو الفوز على البرتغال، وبه غيتزعم المجموعة ديالو، وغادي يتفادى بها مواجهة صعبة ضد الفريق الروسي. مقابلة غدا عندها 3 أهداف: الأولى هو إلى فاز على البرتغال وتربع على المجموعة ديالو كما قلنا، غادي يتفادى مواجهة ضد أقوى المنتخبات هي روسيا وصيف 2016. وإلا ما تعذر عليه تحقيق هذا ولعب على التعادل، سيمكنه من مواجهة أقل صعبة من الأولى. أما إلا تعذر عليه الأولى والثانية فخصو يلعب على الثالثة، إذا اللي وبها خصو يدافع على الشباك ديالو باش ما يستقبلش إصابات كثيرة وأكثر من 3، لأن الخصم تايلاند متربص لاقتناص هذه الفرصة، وخاصة وهو غادي يواجه منتخب سهل الحلقة الأضعف في هذه المجموعة ديالهم، وهو جزر سليمان اللي ما تيستحقش حتى المشاركة في هكذا بطولة عالمية، وسبق أننا قلناها، لأنه تسبب في خلل كبير داخل المجموعة وخلط كل الأوراق والحسابات ديال المنتخبات. المهم هو أننا حققنا الأهم، المنتخب المغربي تأهل برصيد 4 ديال النقاط كأفضل 4 تواليت، وضمنها رسميا قبل ما ينزل البرتغال في المقابلة الأخيرة. فالآن في المقابلة إن شاء الله ديال البرتغال، يعني تنتمنى على ان اشبال هشام دقيق تدخل هذه المقابله القادمه بنفس الطموح والتحدي، وان لا يتحسروا على ما حدث لهم ضد التايلاند على ضياع النقطتين، ينساوها، فليعلموا بانه الشعب المغربي كل من وراءهم وتنتظر منهم تحقيق انجاز اخر. ظهورهم لم يكن ظهور خجول هذه المرة، ومستواه ارتقى إلى المستوى المطلوب مقارنة مع المشاركات الماضية، فعليه أن يلعب في المقابلة ديال البرتغال والمقابلة الجاية بالجرأة الدفاعية والهجومية واستغلال هفوات الخصم، لأن سر التهديف يأتي من هنا. كما أتمنى للمنتخب أن لا يتعامل مع الخصم بالسذاجة حتى الثواني الأخيرة من عمر المقابلة، لأن لعبة كرة الصالات تبدأ من الثانية الأولى إلى الثانية الأخيرة من عمر المقابلة. تحية لكم وإلى فرصة قادمة إن شاء الله، وحظ سعيد للفريق الوطني المغربي.